السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ جميلة. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض العسل، عسل بالأعشاب. كيشبه العسل الحر في المذاق ديالو وكيجي مزيان، كيصلح لجميع أنواع المعسلات بما في ذلك البريوات، الشباكية، بلح الشام، يعني أي وصفة معسلة كيصلح ليها. غنحتاجو لهاد الوصفة قالب ديال السكر، من الأحسن يكون قالب، نقطعوه هكذا قطع صغيرة بزاف، ويمكن للسيدات تعوضوه بجوش كيلو ديال السكر الخشن. غنحتاجو معاه واحد الحامضة مقطعة دوائر، وغادي نزولو لها العظم. غادي نحتاجو واحد الكاس ونص ديال الماء زهر، تقريبا 20 سنتيلتر ديال الماء الزهر. غنحتاجو واحد شويه ديال الشاي، اي حبوب الشاي، تقريبا معلقه صغيره ديال حبوب الشاي. بالنسبه للاعشاب غادي نحتاجو عويدات القرفه، غنحتاجو شويه ديال الزعتر، شويه ديال الازير، واحد القطعه ديال السواك. انا حيت عندي السواك ديال المنطقه الجنوبيه شويه من نوع الجيد، انا عملت غير قطعه صغيره. ممكن السيده تعمل القطعه على حسب النوعيه ديال السواك اللي عندها. نحتاج كذلك شويه ديال الزعتر وشويه ديال فليو. كل هاد الاعشاب مغسوله ومنقيه ومقطره مزيان. غنحتاجو تقريبا واحد نص اترو ديال الماء يكون سخون بزاف. اذا نبداو الوصفه على بركه الله. اذا اول حاجه غادي نعملها، غادي نعمل السكر في الكوكوط، غادي نزيد علو واحد، غنزيد علو هذاك الماء ديال الزهر غير في الجنب. غنزيد كذلك دوائر الحامض من الفوق. ودابا غادي ناخذ واحد المنديل يكون نظيف، وغنعمل فيه هاد الاعشاب كامله. وغادي نعملها بحال الكموسه، خاصني نسدها مزيان باش ما تحليش وسط من العسل. اذا غادي نعملها حتى هي في الكوكوط. غادي نعمل كل شيء فوق النار، وتكون النار معتدله يعني ماشي مجهده، ونخليها طيب حتى يبدا يذوب لي هذاك السكر كامل. اذا كيف كتشوفوا السكر بدا كيذوب، ولكن اللون ديالو مازال ابيض كيف كتلاحظوا، وباقي ما ذابش السكر مزيان، مازال لتحت قطع ديال السكر ما ذابتش. غادي نخليه بحال هكا فوق واحد النار معتدله ماشي قويه، ونخليه حتى يولي اللون ديالو بني بحال الكراميل، ونتلاقاو ان شاء الله. كيف كتلاحظوا العسل بدا كيتغير اللون ديالو، بدا كيتغير البني الفاتح كيف كتشوفوا. انا مره كنحرك غير الكوكوط، ما كنعملش معلقه، كنحرك غير الكوكوط، ويبقى دائما على نار متوسطه ماشي قويه. دابا كيف كتلاحظوا حصلنا على اللون البني كيف كتشوفوا، يقدر يبان لكم من قطع الحامض. اذا هنا غادي نزيدوا الماء سخون، ولكن غنوريكم الطريقه اللي غنزيدوا بها الماء سخون. اذا في هذه المرحله خاصنا نحتاطوا بزاف باش نزيدوا الماء. غادي نعملوا الغطاء ديال الكوكوط بحال هكا، ونخليو غير البلاصه منين نديرو الماء، لان بمجرد ما غنزيدو الماء على السكر اللي كراميليزي غادي يفور
يعني ناخذوا الاحتياط ديالنا. بسم الله، كيف كتشوفوا كيف كتسمعوا يعني ناخذوا الاحتياط ديالنا. صافي، هذه المرحله اللي شويه صعيبه، خاص السيده تاخذ فيها الاحتياط ديالها. دابا هنا غادي نعمل معلقه ديال الخشب ونحاول نحرك، وغادي نخليه فوق النار ما تكونش قويه لمده 10 دقائق فقط. شفتوا اللون ديالو؟ هذا هو اللون اللي كيولي عليه العسل. انا غادي نحسب له دابا 10 دقائق ان شاء الله ونتلاقاو. صافي، العسل ديالنا تقريبا بعد 10 دقائق كيكون تقريبا واجد. غادي نطفئ له البوطه وغادي نزولو من فوق النار. بالنسبه لبعض النصائح العمليه لنجاح هذا العسل، ان السيده ملي تعمل السكر في طنجره الضغط في البدايه، تعمل الغطاء ديال طنجره الضغط ولكن بلا ما تسدها، بلا ما تعمل الصفاره، هكذا غادي تسرع عمليه التحضير ديالو، ما غاداش تعطل فيه بزاف وغادي تحصل على هذا اللون كراميليزي بسرعه. ثاني حاجه هو ان هذوك الاعشاب راهم متنوعين وعندهم واحد الفوائد كبيره، ولكن السيده ما خصهاش تكثر منهم، يعني تعمل واحد الحصه بسيطه من كل نوع من هاد الاعشاب، كيعطي واحد اللذه غزاله لهاد العسل. وممكن هاد العسل تحضري به جميع المعسلات اللي كتحتاج العسل بما في ذلك الشباكيه والبريوات، وممكن انك تدهني به حتى المسمن اولا البغرير. هو فعلا ما كانش محسن من العسل الحر، ولكن الثمن ديالو شويه باهظ وما يمكنش السيده تستعمله في كل المعسلات، خصوصا في شهر رمضان اللي كتحتاج واحد الكميه من العسل شويه كبيره مقارنه بالاشهر العاديه. اذا كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم وتجربوها ان شاء الله وتشاركونا التطبيقات ديالكم. ودابا غنخليه حتى يبرد مزيان عاد نعملو في القليلات ونلتقاو بعد قليل باذن الله. اذا غادي نزولو هاد القطع ديال الحامض، هي الاولى نقطروها مزيان ونزولوها. اذا بغيت غير نوريكم العسل بعد ما برد لا تيكستور ديالو كيفاش كتجي، خاصو يجيكم بحال هكا. اذا هذا هو العسل اللي حضرنا مع بعض، العسل بالاعشاب، كيجي لذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه. الى عجبتكم وصفه اليوم عملوا جيم الفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء وتابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش تزوروني على الموقع السيت ويب jamila.terribleseasmagazine.com وعلى صفحة الفيسبوك. استودعكم الله، وإلى وصفة قادمة بإذن الله.